نعم، أذهب إلى خبر له علاقة بالتعليم في بلادي. والسيدة الوزيرة قالت إنه الوضع قاتم في التعليم العالي. يقول هذا الخبر، قالت وزيرة التعليم العالي السودانية الدكتور انتصار صغيرون إن الوضع قاتم في التعليم العالي ويحتاج إلى معالجات ومراجعة وجلسات للتوافق حول الحلول الممكنة، وذلك بالجلوس مع المجموعات المحلية، والأمر يحتاج إلى جهد شعبي. وأوضحت أنه يجب معرفة على من تقع مسؤولية التعليم العالي، ونوهت إلى أنها بعد زيارتها لمؤسسات التعليم العالي، الجامعات الحكومية والخاصة، ومعاهد ومراكز بحثية، وجدت أن الأمر يحتاج إلى معالجات يشترك فيها الجميع، وأن الأمر مسؤولية اشتراكية للجودة. المؤتمر هذا والإيضاح اللي كان موجود للسيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون بصراحة حظى بمتابعة كل السودان، وقضايا مهمة نوقشت وأجابت على تساؤلات كبيرة جدا بصدر رحب. كيف تابعت هذا المؤتمر وكيف قرأت تفاعل الوزيرة مع الوضع اللي وصفته بالقاتم في التعليم العالي؟ مبدأ أن توقع المراقبون منذ البداية أن تحظى ملفات التعليم العالي بعناية خاصة من حكومة الفترة الانتقالية، وتعيين الدكتور انتصار صغيرون نفسها كوزيرة للتعليم العالي يعني كان أمر نظر الناس له بإيجابية باعتبار أنها قادمة من ذات المجال يعني. وصحيح أن اكتشاف أو إعادة اكتشاف تعقيد ملفات التعليم العالي في السودان على طاولة الوزيرة أمر كان متوقع، باعتبار أن فعلا عملية إدارة ملف بحجم التعليم العالي الذي شهد انفجارا كبيرا جدا في عدد الكليات والجامعات والمعاهد العليا يعني يحتاج لرؤية واضحة. تعقيدات الملف يعني تتمثل في يعني توزيعه بين عدد كبير جدا من المؤسسات ومن الأجهزة. نعم، يعني هنالك علاقة مباشرة للتعليم العالي مع التعليم العام، باعتبار أن أعداد كبيرة جدا من التعليم العام سنويا تنتقل من مصافة التعليم العالي الشهادة السودانية إلى الجامعات والمعاهد والكليات. نعم، هنالك رؤية ينبغي بالورطها كذلك على طاولة سوق العمل ومطلوبات القطاع الخاص، لأن مجرد تخريج دفعات كبيرة جدا من الطلاب لا يستوعبهم القطاع العام. كيف تحت تحديدا ملف طلاب الطب وتساءلت عن هذه الأعداد الهائلة؟ يعني أين يمكن توظيف كل هذا العدد الكبير من خريجي الكليات والمعاهد والجامعات؟ سوق العمل يحتاج لأن يكون شريك أساسي في تحديد الرؤية حول النسب خريجي الكليات والجامعات والمعاهد العليا حسب احتياج سوق العمل الداخلي والخارجي، القطاع العام بالمزاوج مع القطاع الخاص، هذه واحدة. التعليم العام أسلفنا أنه لازم يكون جزء من هذه العملية. كلية أنا ما أعرف ما هي الجهة في البلد المسؤولة من التعليم التقني والتقاني، لأنها برضه يجب أن تكون حاضرة في هذا الإطار. وبعد ذاك عندنا الملف الآخر بتاع العمالة الماهرة، يعني احنا بنخرج كميات كبيرة جدا من طلاب الكليات النظرية الذين لا يستوعبهم سوق العمل، نحتاج لإحداث معادلة بين الكليات النظرية والكليات التطبيقية باعتبار أن سوق العمل يحتاج لفنيين وعمال مهرة. ترفيع خريجي المدارس الصناعية واستيعابهم مباشرة في المسار الأكاديمي يشكل كذلك عقبة كؤودة أمام وزارة التعليم العالي. الملف كبير جدا ويحتاج يعني حلقات وحلقات. صحيح، هذه إشارات وإيضاعات فقط. شكرا أستاذ علاء الدين عمر. شكرا جزيلا. شكرا.